المهم المنتخب ما بقاش زعما كيف ما عادنا زعما شحال هذه ماشي بحال الفتره الاخرى يعني تحسن الاداء ديالهم وحنا ماشي المهم هما يديو اللقب ولا شي نتيجه مزيان المهم غير وجدوا لينا شي فريق اللي نشوفوا من هنا لقدام شي حاجه مزيان. شنو هي النتيجه اللي كتنتظرها فهاد الماتش ما هو ماتش ما غيكونش ساهل ولكن كنتمنوا ان شاء الله يديروا شي حاجه على الاقل بعدا غير يفرجونا ويخليونا نشوفوا شي حاجه اللي تفرحنا منها لقدام ان شاء الله. الماتش غيكون مزيان ممتع نقدر نعطي حكك شي 1-0 ولا يقدر يتعادلوا 1-1 هادشي اللي نعطي. المهم ما متاكدش نسبيا ولكن تعادل نعاولوا على التعادل. يلاه شكرا. بالنسبه للمنتخب كنا كنتمنوا انهم ينتصروا في الماتش اللي فات ان شاء الله وكان الفوز وكنتمنوا خير للمنتخب ومشيو قدام ان شاء الله. الماتش مع مصر شنو النتيجه اللي كانت؟ كنتوقع مصر منتخب ماشي شي كنتمنوا الفوز فاز ان شاء الله. لا 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 كثر شي بزاف كثر شي بزاف. نقول توقع قول جوج ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا. شكرا توقع ان شاء الله. النتيجه اخويا اللي كنتوقعوا في الماتش الجاي المنتخب المغربي مع المنتخب المصري هو الرباح ان شاء الله. حيت اللي ربحنا مصر كل كاس ان شاء الله مغربي ان شاء الله نجيبوه من تما ان شاء الله. شحال التوقع ديالك ديال النتيجه؟ اجوز 0 اخويا الله يجعل البركه. رباح ديال المغرب الله. طبيعه الحال كما كنعرفوا المنتخب المغربي ضرب واحد الوجه كبير وواحد الوجه اللي يشرف المغاربه كاملين لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. اما بالنسبه للمنتخب المصري عازم باش يفوز على المنتخب المغربي اللي كيعتبر عقده الاعوام من حج جيل باصير اهداف كبيره وبقى المنتخب المصري ديما كيتفرج فينا. اذا هذه العقده اللي عندهم هما بغاوها هذه المره قال لك حنا غنحيدوها. واللي غنوصي انا المنتخب المغربي خاص الدراري يلعبوا بالروح اللي لعبوا بها في الدور الاول. اللي لعبوا بالروح اللي لعبوا بها في الدور الاول لحين شو ما عندهم 7 لي كوب دافريك حنا راه عندنا واحد راه عيب ما نربحوش. بالنسبه للمنتخب ان شاء الله غنتمنوا ان شاء الله جميع التوفيق. وبالنسبه للمتوقعات فان شاء الله راه العقده مصر هي المغرب فهمتيني. ان شاء الله غنفوزوا بواحد النتيجه اللي هي عريضه ان شاء الله ونتمنوا الخير عند الله سبحانه وتعالى. النتيجه اللي كتنتظر ان شاء الله بجوج الزيرو ان شاء الله الى كشاف بجوج الزيرو ان شاء الله. كيبان لي المنتخب اللي تحسن واحد شويه مؤخرا في هذا الكوب دافريك تحسن واحد شويه مقارنه بالكوب دافريك الاخرانيين. كتشوف واحد الرحقيه تاليه كذا شحال من حاجه تزادت مع رونو اللي غاب شحال هذه ما بقيناش كنشوفو غير هو كاين واحد ديفو رونار. واخا انا ماشي ما خاصنيش نحكم عليه ولكن كمتتبع للمنتخب المغربي كنشوف بلي راه بزاف ديال المهاجمين ونسى ما يديش بزاف ديال المدافعين ونسى ما يديش مهاجمين. يعني ما كاينش شي واحد تعول عليه تحطو القدام تعول عليه يعني لا اللي غادي يكون واجد الا ما صبرتيش عليه راه ما كاينش. هذا هو الديفو اللي عندنا في المنتخب وعندنا غير اللور بزاف اللور بزاف. المهم بالنسبه للماتش ديال مصر كنشوف بلي كيلعبوا بنفس الخطه فحال فحال تقريبا. هما عندهم صلاح حنا ما عندنا حتى واحد بالرجوله ما عندنا حتى واحد ولكن كغريزه مغربيه كنقول المنتخب غادي يربح حيت حسن منهم شحال من حاجه في روح قيتها ليهم. هما جيعانين بهذه الكلمه هما جيعانين كيلعبوا جيعانين ولكن غادي يربحوا المنتخب ان شاء الله. هو غيسالي الماتش 0-0 اشباك البيت 113 كيف ما دارت سباليون انيستا حنا يضربوا بوصوفه